السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة يا حلوين هنعمل مع بعض غرزة جديدة، هنعمل مع بعض غرزة العمود باتنين لفة. تمام، أنا كمان طلب مني الغرزة ديت، فالنهاردة إن شاء الله هننفذها مع بعض. الطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وخطواتها كلها طبعا سهلة جدا للمبتدئين اللي حابين يتعلموا الكروشيه. طبعا ابداوا معايا خطوه بخطوه، واي طريقه فيديو او اي غرزه عايزينها انزلوا في القناه من تحت، هتلاقوا طبعا غرزه البدايه، وهتلاقوا غرزه السلسله. طبعا الغرزه دي قلنا هي اساس الكروشيه، هي كروشيه من الصفر طبعا لاي حد عايز يتعلم الكروشيه. طبعا في فيديوهات على القناه، انزلوا هتلاقوا فيديوهات تحت، قلبوا في الفيديوهات هتلاقوا طبعا الفيديوهات المطلوبه للمبتدئين اللي عايزين يتعلموا الكروشيه وكده. ويلا بقى بينا نبدا نتعلم مع بعض الغرزه بتاعتنا. طبعا زي ما قلنا في كل مره بنعمل الاول ايه، عقده البدايه. طبعا انا هعمل لكم بخيط تخين عشان بس يبين معايا الشغل. تمام، انا اول حاجه بقى هعملها هنا عقده البدايه زي ما احنا شايفين كده اهوت. انا عملت عقده البدايه وهبتدي اعمل غرزه السلسله. طبعا ده كده اول ده اي الغرزه اللي احنا اي حاجه عايزين نبدا بقى بكروشيه. طبعا السلسله طبعا دي هي الاساس معايا، هي دي اللي هنبني على اي كرش اي غرزه بنعملها في الكروشيه. زي ما انتم شايفين انا هعمل عدد مناسب. الغرزه طبعا سهله جدا جدا وبسيطه، زي ما انتم شايفين كل اللي انا باخده معايا لفه، بسحب لفه ورا لفه بالنظام ده كده اهوت، بسحب لفه ورا لفه لحد عدد معين واشتغل عليه الغرزه بتاعتنا. تمام، انا هبتدي كده اكتفي كده بالعدد بتاعي، وبعد كده بقى ايه هعمل واحد اتنين، انا خدت اهي لفه وكمان لفه كده ايه لفتين، انا كده معايا ثلاث لفات على الابره. هنزل بقى ايه ادخل اعمل كده ايه اخد لفه كمان، انا كده اصبح معايا على الابره اربع لفات، باخد واحده وبخرج، وبعدين باجي واحده واخرج من واحده، وبعد كده باخد واحده واخرج من الثانيه، وهكذا بنعمل نفس الكلام في اللي بعدها على طول. كده معايا همت اربع لفات، بخرج من لفه كده وبعدين باخد لفه واخرج، وبعد كده باخد لفه واخرج، واحد اتنين معايا كده هنا ايه لف تلات لفات كده على الابره، دي لفه اساسيه معايا. فمعايا الاتنين دول اهمت، وبعدين بنزل في اللي بعدها واعمل بقى ايه غرزه تانيه اهي، ترى معايا اربع لفات، فباخد بخرج من لفه، وبعد كده باخد لفه واخرج، وبعد كده باخد لفه واحد. شايفين طبعا الغرزه بقت عامله ازاي، دي غرزه عمود باتنين لفه. تمام، انا هعمل بقى كمان ايه واحده اهوت لفه، انا معايا دي طبعا لفه اساسيه على الابره، بعدين باخد لفه وبعدين باخد لفه وبنزل اطلع كمان بلفه كده معايا لفه، وادي اخرج من لفه واصبح معايا اتنين بالنظام ده كده. بدات الغرزه معايا لفه وكمان لفه، وبعدين بنزل كده واخد كمان لفه واطلع بيها، وبعدين بسحب من لفه، وبعد كده بخرج كمان من لفه، وبعد كده ادي اخر واحده بطلع بيها برده نفس الكلام. تمام، انا اول حاجه بقى تاني هعملها هو هنكرر نفس الكلام عشان بقى ايه اللي كل ما خدش باله طبعا ياخد باله. تمام، ادي اول دي لفه اساسيه على الابره. تمام، هاخد كده ادي لفه ادي واحد وادي اتنين، وبدخل بقى ايه بدخل كده كمان اهوت في اللي بعدها، واخرج كمان بلفه، وبعدين بطلع من واحده، وبعدين بطلع من التانيه، وبعد كده ايه بعمل كده واحد اتنين. زي ما انتم شايفين نفس الكلام، شايفين منظر الغرزه بيبان كل ما بشتغل كل ما بيبان معايا الغرزه، واحد اتنين
وبعد كده بنزل اخد لفة، وبعد كده واحد اتنين وبخرج من اللفة، واحد اتنين، وبعد كده ايه بخرج باللفة، ادي واحد اتنين، وبعد كده اهوت بنكرر نفس الكلام في السطر كله اهو زي ما انتم شايفين لحد اخر غرزة، طبعا اللي هي ايه اللي اشتغلتها، غرزة السلسلة اللي هي اول واحدة، طبعا اهو كمان باخد لفة كمان اهوت، شايفين زي ما انتم شايفين كده الغرزة منظرها جميل جدا بالنظام ده كده اهيت. دي كده غرزة عمود باتنين لفة، تمام. عشان بقى نطلع للراوند اللي بعد كده انا هرتفع كده ايه سلسلة واضير معايا الشغل، وبعد كده هعمل واحد اتنين، وبعد كده انزل في اللي بعدها اخد بقى اطلع اخرج من لفة كمان لفة وكمان لفة، واحد اتنين، وبعدين واحد اتنين تلاتة زي ما انتوا شايفين كده، بعد كده واحد اتنين، وبعد كده بدخل اخد لفة، وبعد كده ايه بخرج من لفة كمان بالنظام ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ده الراوند التاني، طبعا دي كده دي بداية الشغل يا جماعة، دي احنا طبعا بنداريها تحت الشغل وكده، فبعدين وبنداريها في الاخر يعني في اي حاجة بنعملها في اي موديل من الكروشات اهو. بعد كده شايفين بندخل في الغرز في الغرز كده زي ما انتوا شايفين، هخرج اخد لفة كده واطلع من اتنين لفة وكمان من غرزة، وبعدين هخرج من اللي بعدها، واحد اتنين، زي ما انتوا شايفين ده كده غرزة العمود باتنين لفة. كل ما بشتغل كل ما يبان معايا الغرزة اهيت، بعد كده واحد اتنين، زي ما انتوا شايفين بخرج من لفه وكمان لفه وكمان لفه اهوت، شايفين انا كده بخرج من كل غرزه بلفتين اهوت. بعد كده انا طلعت كده في الغرزه اللي بعد كده معايا لفه اساسيه على ابره، وبعد كده هاخد لفه، وبعد كده واحد اتنين تلاته، بعد كده اهوت، واحد اتنين تلاتة، وكده زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصنا الغرزة بتاعتنا، سهلة جدا جدا وبسيطة. ده طبعا لو انتي مش عايزة تعملي طبعا تكلفي في موضوع الكروشيه ده وكده، وده الغرزة ديت هتوفر معاكي كتير جدا لو انت بتعملي اي موديل من الكروشيهات. طبعا دي بتديكي طول زياده في الغرز ومن بعضها زي ما انت شايفين اهوت، دي بتديكي دول دوبك سطرين بس مش اكتر، يعني اللي يشوف دولت بيبقى جاي من غرزه تانية طبعا اربع سطور، لكن دولت سطرين فقط لا غير. وزي ما انت شايفين ما شاء الله عطينا عرض كتير اهوت،
طبعا ده لو انت عايزه توفري في الخيط معاكي. الغرزه دي كويسه جدا على فكره، عشان انت عايزه توفري دي كويسه جدا الغرزه ديت. واتمنى بقى يكون الشرح كان واضح ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، علشان اي فيديو بنزله جديد يوصلكم على طول وتشوفوه. وباي باي.